المشاهد الكريم، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديده في حوار اخر. اليوم قضيه كبيره ومهمه، وهي كيف تحكم الدوله السودانيه، وكثير جدا من الاراء في مفهوم الدوله السودانيه القادمه. هنالك من يرى ان تكون هنالك علمانيه الدوله، هنالك من يرى هنالك اسلاميه الدوله، لكن بين هذا وذاك ضيف اليوم هو الدكتور محمد علي الجزولي، رئيس حزب دولة القانون والتنمية. دكتور محمد علي، أهلا ومرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك، وأنا سعيد جدا أن أكون معك في برنامجك المشاهد. أنا يعني داير أجيب أول حاجة في ما المعنى المقصود بحزب دولة القانون والتنمية؟ طيب، أولا طبعا أي شعوب هي تأمل في التنمية؟ يعني الدول كلها تسعى للنهضة وتسعى للتنمية وكذا، لكن للأسف الشديد ثروات الشعوب وخيرات البلدان باتت محلا للتسويق السياسي، للتجنيد السياسي. يعني يعطيها الحاكم لشعبه منة لا استحقاقا، يعطيهم الأراضي منة، ويعطيهم حقهم في التوظيف منة، ويعطيهم حقهم في الاستثمار منة، ويعطيهم نصيب من الدخل القومي منة، على سواء كانت الحكومات عسكرية أو كانت حزبية. يعني في السودان سواء كانت الحكومات عسكرية فهي تجمع حولها مجموعة من النفعيين، توزع عليهم هبات وثروات الدولة لكي تحافظ على عرشها يعني، وتجمع أكبر قدر من الحاضنة الشعبية بالشراء، أو حتى لو كانت حكومات منتخبة. يعني للأسف الشديد الديمقراطية الثالثة كانت سيئة جدا، لا سيما في توزيع الثروات وفي توزيع المناصب، لدرجة أن حزبا ما إذا تولى وزارة الإسكان هذا يعني أنه سيقسم الأراضي على ناسه. نعم. وإذا حزب آخر تولى وزارة الكهرباء، وزارة الطاقة، هذا يعني حيوظف ناسه. يعني كأنهم قسموا هذه الدولة كأنها تركة ووزعوها بيناتهم هؤلاء الأحزاب. فعندما نقول دولة قانون نعني أن تكون الحقوق والواجبات محددة بدقة، لا تجرفها عواصف السياسة. يعني فوز حزب ما، هزيمة حزبي في الانتخابات لا تعني ضياع حقوقي، وفوز حزبي في الانتخابات لا تعني أن لي حقوقا أكثر من الآخرين. هذا المثال الرائع ضرب في الإسلام أولا، يعني عندما النبي عليه الصلاة والسلام جعل عمر بن الخطاب قاضي على المدينة، جعله قاضي على المدينة لمدة عام كامل. عمر الخطاب مفرق، يمشي من الساعة 11 يقعد في المسجد لحد صلاة العصر وشايل دفتر، وما في زول بيجي بيشتكي له، وكله كله. فبعد 365 يوم مشى للرسول عليه الصلاة والسلام، قال لي: يا رسول الله، كيف تجعلني قاضيا على قوم علم كل واحد منهم ما له حقوق فلم يطلب مزيدا عليه، وعرف ما عليه واجبات فلم يقصر فيه. فإذا قضية الحقوق والواجبات عندما تكون ثقافة مجتمع، عندما تكون هي تعليم مجتمع، عندما تكون هي قانون مجتمع بطريقة واضحة، عندما يكون الإنسان لديه ثقافة حتى بالقانون، يكون في تثقيف للناس بحقوقهم وبقانونهم، عندئذ يمكن أن نذهب إلى تنمية متوازنة، وإلى تنمية عادلة، وإلى تنمية مستحقة، ليست تنمية منا، وإنما تنمية واجب على الحكومة وعلى من يصل للسلطة أن يحدثها في بلده. دكتور، يعني واضح خلفيتك الإسلامية وعمقك في التراث الإسلامي ودراساتك العميقة أيضا في الشريعة، ربما يتوقف الناس في التسمية حزب دولة القانون والتنمية، ما في إشارة إسلامية، فبيظل في سؤال: هل ده نوع من الحداثة عندك بتطوير الحركة؟ لا، ما في مشكلة، هي قصة أن تخاطب الناس بما يعرفون، أو أن تتكلم للناس طالما لا مشاح في الإصطلاح. يعني لا مشاح في الإصطلاح، يعني طالما الموضوع الآن إذا ذكرناه بلغة الناس، دولة القانون والتنمية، عايزين دولة فيها حقوق وواجبات. ما دارين تغرقوا في المصطلح؟ لا، ما فيها مشكلة. أنا أغرى دكتور، كأنما أنت دار تتحاشى إشكالات سابقة في الدويلات الإسلامية القديمة، في التيارات الإسلامية القديمة، في الملل والنحة الإسلامية القديمة، أنت دار تعمل معاجل للقصة دي في أنك ما تغرق في المصطلح. والله هو القصة الوقوف عند في المصطلح مشكلة. إذا الناس الآن ما بيفهموا المصطلح، أو مثلا طوالي بيحاول أول ما يسمع المصطلح طوالي بيمشي لتصور معين أو فهم معين هو عنده، وهذا الفهم سالب، يمكن أن نغير المصطلح، ما في مشكلة. يعني الهدف من ذلك هو أنه
أنه كيف نقدر نوصل الأفكار والمشروع السياسي والفكري بقوالب لغوية، لأنه أصلا اللغة دي هي حوامل للمعاني، يعني هي ليست مرادة لذاتها يعني. فهذه الحوامل للمعاني إذا كان يمكن أن توصل المعنى بحوامل مختلفة فالأفضل أن تستخدم هذه الحوامل. أنتوا جزء من تيار مناصرة الشريعة. نعم، نحن من المؤسسين لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون. ما هذا التيار؟ التيار ده عبارة عن تحالف إسلامي فيه عدد كبير جدا من الجماعات الإسلامية والمنظمات الدعوية والهيئات والرموز والشخصيات والطرق الصوفية. التيار عندما قام في شهر 5 تقريبا أقام عند يعني الثورة في الأول، نحن على مستوى حزب دولة التنمية ومستوى حتى شركائنا في التيار يعني كنا نريد للمرحلة الانتقالية 2019 أن تكون مثل المرحلة الانتقالية 1985. مرحلة انتقالية ما فيها اصطفافات أيديولوجية، مرحلة انتقالية ما فيها أي شعارات تشفي أو شعارات انتقام، ومرحلة انتقالية يتولاها مستقلون في الجهاز التنفيذي، إذا في جهاز سيادي يتولاها مستقلون حتى يكونوا من مسافة واحدة من الجميع ويديروا عملية الانتقال ويجروا انتخابات حرة ونزيهة. طيب، لكن للأسف الشديد من المراهقة السياسية التي هي صارت الآن مثل العصا في العجلة، هو هذا الخطاب الاستفزازي لمشاعر المسلمين، الاستفزازي لأعراف الأمة وعاداته وتقاليده، والاستفزازي لكتلة شئنا أم أبينا لا يمكن أن تستقر أو تكتمل العملية السياسية في السودان من غير وجود الإسلاميين. الإسلاميين في السودان هم كتلة ثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية أنا مستغرب يعني مستغرب. هم يزعمون أنهم بيفتشوا عن الأقليات وعايزين يفتشوا عبدة الحجار وعايزين يفتشوا وفي نفس الوقت كله كوس ندوس دوس يعني ما قادر أفهم القصة دي. يعني إذا مثلا أنت عايز تفتش عبدة الحجار وعايز تجيب اليهود اللي برا اللي كلهم مثلا ممكن ما يكونوا بوين فايف يعني، وممكن ما يكونوا كلهم ما تأمين لهم 2000 نفر يعني، خليك بوين فايف يعني من جملة السكان ما تأمين 2000 نفر يعني مثلا تقريبا كده. الاسلاميين في السودان ديل يا استاذ عماد، الاسلاميين في السودان خلى المطورطين خليه، الاسلاميين غير المطورطين ديل ما بيكونوا 10,000 كده اكثر. ها أكتر. طيب مش اكثر من اليهود؟ لكن اكثر من اليهود المكتبين. لكن كلمه مناصر حاجه على المصطلح ثاني اثبت المصطلح كلمه مناصره دي توحي انه المساله الان الاتجاه للشريعه الاتجاه لاسلمه الدوله ضعفت. هي المناصره تستخدم عند الضعف، هي مش قصه ضعفت، استهدفت يعني عندما خرج المتطرفون من قوى على الحريه والتغيير على القنوات الفضائيه وبدوا ادلجت الثوره. الثوره لم تبدو ايديولوجيه، هذا اعلان الحريه والتغيير، هذا انا عندي نسخه منه هنا. نعم طيب، اعلان الحريه والتغيير اللي 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 وقع يوم 1/1 ما فيه صبغه ايديولوجيه، فيه خطوات نعمل كده، 1 اصغاط النظام، 2 كده عداله انتقاليه، 3 ما في اي صبغه ايديولوجيه هنا، ما في كلام لا عن الاسلام السياسي ولا عن اي شيء هنا في 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 ما باعتبار انه معلش ما كانت في صبغه. حتى الدعوات للمواكب والدعوات للمسيرات وكده ما كان عندها اي صبغه ايديولوجيه. طيب، لكن اول ما تم انقلاب 11/4 وتم عزل البشير وال تسميه انقلاب ولا ثوره؟ انقلاب 11/4 كان انقلابا وما يزال الوضع الموجود الان هذا انقلاب. انقلاب كيف؟ طيب انا نشرح بعدين. طيب، وانا قلت هذا الكلام من قبل، ان تنحاز القوات المسلحه للثوره يعني ان تكون من مسافه واحده من جميع مكونات الشعب السوداني، تقول يا شعبي يا سوداني انتوا ثرتوا وديل ثاروا عليهم، فانا بقيت من مسافه واحده من الثائرين والمثار عليهم. نعم. وندير المرحله الانتقاليه وبعد كده انتوا انتوا اي والله يرضى عليك، وانتوا بعد كده ارجعوا للشعب، يمكن نعم. المثار عليهم ذاتهم ثاني يجوا او الثائرين يجوا يعني. نعم. اما المثار عليهم سودانيون والثائرون سودانيون، والثائرون ذاتهم ديل اقسام، فيهم ناس على حريه وتغيير وفيهم ناس ما حريه وتغيير، وحرية التغيير ذاتهم معترفين بالكلام ده، بيقولوا مجلسهم التشريعي ده عندهم 67% هم، وفي 33 تفضلوا بها لمجموعة ثانية قالوا دي شاركت في الثورة وما موقع على 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 إذا حتى الثائرين ديل هم بس. المجلس العسكري ده لو بقى
من مسافة واحدة من الثائرين، خليك من المثار عليهم والمؤتمر الوطني والنظام القديم والمجموعات اللي معاه. لو بس المجلس العسكري وقف من مسافة واحدة من مجموعة الثائرين قال لهم يا أخي أنتم مش قلتوا معاكم ناس يدوم 33؟ طيب أنتم عايزين تدوم 33 في التشريعي، ليش ما تدوم 33 في مجلس الوزراء؟ ليش ما تدوم 33 في مجلس السيادة؟ لو بس المجلس العسكري وقف هذا الموقف الأخلاقي المنطقي العادل المنصف، من فمك أدينك. أنت اعترفت بأن هنالك قوة أديت نسبة 33، ما مشكلة ما نناقشك في النسبة دي، أديت نسبة 33، قلت دي شاركت في الثورة وهي ما معانا في عول الحرية التغيير، حنديهم 33 من التشريعي. طيب كتر ألف خيرك، ليش ما أديتهم من مجلس الوزراء؟ أنا أوريك المنطق الرد. ليش ما أديتهم من مجلس الوزراء؟ أوريك الرد يا دكتور محمد علي. المنطق أنه والحرية والتغيير التي حركت الشارع، والمنطق انه والحريه والتغيير بطريقه انه حتى انتم في مساجدكم في منابركم لم تقولوا للحكومه السابقه انكم اخطاتم. انا محمد علي ده المنطق. لا أيه ممكن أيه تقول انت محمد علي ده قلت وتم احتقالك، دي قصه ثانيه حنجيبها لانه بعد شويتين حنتكلم عن انك احتقلت وكنت مع الحريه والتغيير والنادي قاموا لفظوك. انا ما كنت مع الحريه والتغيير، لا كنت مع في محتقل. حنجي 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 أي في حنجي 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 لكن ممكن يقول والله يا اخي حتى التيارات الدينيه دي. طيب أول حاجة في نقطة مهمة جدا جدا، ما تم الآن عشان أديك لموضوع أبعد من الكلام بتاعي ده، مع إن الجهاز لفظوني أنا ما كنت معهم عشان يلفظوني ولا ما يلفظوني يعني. طيب في نقطة مهمة جدا جدا يا أخي، خلينا من قوة الثورة، ما تقول لي هو داير يشيل مجلس الوزراء لأنه حرك الشارع. هو اعترف أنه في 33 تانيين شاركوا في الثورة، نعم صحيح أستاذ عماد ولا ما صحيح؟ اعترف بالكلام ده. نعم. طيب بياطو منطق يديهم في التشريع ما يديهم في الوزراء وما يديهم في السياده، بياطوا منطق. ما انت اعترفت كنت مشارك في الثوره، دي واحده. الثانيه تعال نجي جوا بيت الحريه والتغيير، نجي جوا بيت الحريه والتغيير اوكي. الان في مفاوضات، مشت في مفاوضات في اديس ليش كانت؟ انت مش قاعد الان تفاوض مجلس عسكري باسم الحريه والتغيير؟ مش كنت بتفاوضه؟ معناته كنت بتفاوضه باسم مالك عقار وياسر عرمة وعبد العزيز الحلو منيركم النبي جبريل ابراهيم وحركه كوش وكل الناس. الاصل ان تكون بتفاوض المجلس العسكري بكله، تخاطب شواغل الكل، تخاطب متطلبات الكل، تخاطب شواغل الكل. طيب الحصل غير كده، الحصل انه قحط المدنيه هي التي استاثرت بالحوار مع المجلس العسكري، واللي استاثرت ب 18 وزير في مجلس الوزراء، واللي استاثرت بخمسه في مجلس السياده، وبعد ما انتهت من شغلتها دي مشت قالت نمشي نفاوض القحطه العسكريه في جوبا، ونفاوض القحطه العسكريه في اديس، ونفاوض قحطه. اذا كان هذا الاتفاق لم يسع ولم يتفق عليه ولم يوافق عليه ولم يرتضيه حتى مجموعه قحط العسكريه والمدنيه الاثنين مع بعض، لذلك شفت الاوضاع الموجوده هسه دي. مش الان في اتفاقيه سلام، اتفاقيه السلام دي بالتاكيد ستشلع كل هذه الاوضاع. يعني قحط العسكريه حتى تقول دايرين اعاده النظر في مجلس السياده، عايزين اعاده النظر في مجلس الوزراء. يعني الوزراء اللي قاعدين هسه دي ما يفرحوا كثير، ممكن تقعدوا شهرين ثلاثه ويشيلوهم والجبهه الثوريه تشيل 35 مجلس الوزراء. انا في جزئيه مهمه جدا استاذ عماد، يجب ان يفهم الراي العام. نعم أن يفهم الرأي العام. نحن ما أنا الآن ما بتكلم عن النظام القديم، وإن كنت أنا كحزب الدولة الغنية ما عندي حاجة اسمها نظام قديم ونظام جديد. عندي حاجة اسمها في ناس سودانيين، السودانيين ديل إخواننا اللي ارتكب منهم جريمة كشخص كفرد سرق نهب قروش يشيلوا يمشي يودوه. وما ارتكب جريمة هذا مواطن سوداني، طالما هو مواطن سوداني يتمتع بجميع وثيقة الحقوق في الوثيقة الدستورية دي وفي دستور 2005 في باب كامل اسمه وثيقة الحقوق، حقوق الإنسان، حقه في التجمع، حقه في المشاركة السياسية، حقه في التنظيم، حقه في التعبير، حقه كده. ما في حاجة اسمها قديم وجديد، في حاجة اسمها مجرم ولا ما مجرم. إذا مجرم يمشي طوال المحكمة، وإذا ما مجرم فهو مواطن سوداني طبيعي لأصف الإنسان البراءة. ما بنسحب منه الجنسية لمدة 3 سنوات، نقول له عشان أنت كنت في القديم إحنا سعادتك سحبنا منك الجنسية 3 سنوات، ليس لك أن تشارك في العمل السياسي، ليس لك أن تشارك في هياكل الدولة. ده ما حصل في تاريخ السودان، كان إحنا ما جداد في الثورة. نحن عملنا ثورة في 64 اكتوبر 64 وعملنا ثورة في 85 في ابريل 85. عندك راي؟ هذه جزئية مهمة جدا يا استاذ عماد، يجب ان تتضح للناس انه نحن الان في 3 مستويات. المستوى الاول هذه الوثيقة عملت اقصاء لجزء كبير من ابناء الوطن
تحت لافتة أنهم النظام القديم. أنت دي سميته دكتاتورية الوثيقة. ده حاجات حجيك لا طيب. نعم. ده رقم واحد. اثنين، الوثيقة دي أقصت ناس هي اعترفت بأنهم جزء من الثورة ومنحتهم منة منها 33. ثلاثة، الوثيقة دي أقصت جزء أساسي ومن قوى الكفاح المسلح التي كانت جزء من قحط، هي أقصتها وما أدت لا في السيادة ولا أدت في الجبهة الثورية. إذن هذه الوثيقة لديها ثلاثة مظاليم. هذه الوثيقة قوى سودانية، مواطنين سودانيين عندهم جنسية سودانية، سميتهم النظام القديم، 43 حركة مسلحة وأكثر من كم، 70 حزب مشاركين في حكومة الإنقاذ، شلتهم قلت النظام القديم ما عندهم أي حقوق. اثنين، قوى ثورية أنت اعترفت بأنهم عندهم 33، ما أديتهم من السيادة ومجلس الوزراء. ثلاثة، قوة جزء من قحط ذاتها اللي هو الجبهة الثورية ما أديتهم. عارف معنى كلامك ده شنو يا دكتور؟ أيوة. معناه كل ما يدور في جوبة حيفشل. ليش؟ ما خلاص في 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 غبن حيكون موجود. مش في غبن، هم الآن بيطالبوا ديك الآن، ديك بيقول لهم يا إخوانا دقيقة أقيفوا، ما تعملوا الولاد ديل. ما هي الغبن هنا. طيب، هي القصة مش الولاد، الولاد دي عبارة عن طعم. أنا الجبهة الثورية لن تكتفي بأن تشارك في الولاد. ومن حقها ألا تكتفي بأن تشارك في مجلس الوزراء نفسه. من حقها أن تشارك في مجلس الوزراء، ومن حقها أن تشارك في مجلس السيادة نفسه، مجلس السيادة ده في الخمسة ديل. ما بهل ده ما سؤال استباقي، هل الجبهة الثورية حتصبح حزب عشان حقلال المشاركة؟ ما بنتكلم عن حزب، هم ما بنتكلم عن أحزاب، هم بيتكلموا عن أحزاب حسب بيقولوا ده اسمه تحالف، ما بيقولوا أحزاب، ما بيقولوا إحنا قاعدين نشارك كأحزاب، ما بقول كده. وبديه يعني شنو حركه مسلحه عملت معك سلام بتعمل معاه ترتيبات امنيه وترتيبات سياسيه وتشارك، يعني زي ما انت عملت سلام مع الحركه الشعبيه بقياده جون جرن، عملت سلام مع من ناركم النووي من قبل، وعملت سلام مع 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 قوه مسلحه من قبل وشاركت معك في السلطه، ايش المشكله؟ انا دايرجع للوثيقه من غير دكتاتوريه، يعني انت وصفت بانه في دكتاتوريه الوثيقه. طيب انا داير اديك دكتاتوريه الوثيقه دي، وداير الراي العام يكون ويسمحوا لي طالما جينا في موضوع الوثيقة. أول نقطة أنا داير أقولها، طيب أنا دائما عندي تسجيلات قاعد أقول في وثيقتين وما أدري إيش كذا، مش طيب إخواننا دي وثيقة دستورية، دي وثيقة شنو؟ دستورية. طيب الوثيقة الدستورية دي فيها كم توقيع هنا؟ توقيعين. دي ثلاث توقيعات. أربعة. أيوه نعم أربعة. دي توقيع. أيوه. ودي توقيع. صح. دي توقيع توقيع. نعم. فيها توقيع حميدتي، وتوقيع ربيع، وتوقيع مبعوث الإفريقي، توقيع المبعوث شنو؟ الأسيوبي. الأسيوبي. طيب في كل صفحاتها أربعة شنو؟ توقيعات. صحيح. أربعة توقيعات. نعم. في كل طيب دي قحط شالتها جدعتها، دي توقعت يوم كم؟ يوم 17 جدعتها بعيد. قامت جابت الوثيقة دي. فيها طيب. توقيعين. الوثيقة دي فيها كم توقيع؟ توقيعين. فيها اثنين. أنا أتحدى قحط إذا كان الوثيقة الآن الموجودة في الجريدة الرسمية في وزارة العدل هي الوثيقة التي وقع عليها يوم 17 أغسطس بشهادة العالم أن تجيبها فيها أربعة توقيعات. طيب الفرق شنو بين أصبر دقيقة، دي فيها كم؟ توقيعين. فيها توقيعين بس، شوف ما فيها أربعة توقيعات. طيب الكلام ده دلالة الدستورية شنو دلالة الدستورية؟ طيب هذه الوثيقة التي وقعت يوم 17 صدر مرسوم دستوري يوم 20، وهو المرسوم الدستوري رقم 38 من المجلس العسكري. نعم. يوم كم؟ يوم 20 بعد توقيعه بثلاث يوم. ثلاث يوم. المرسوم الدستوري رقم كم؟ 38. قال المرسوم الدستوري رقم 38 ده قال يتم اعتماد الوثيقه الدستوريه الموقعه يوم 17 كده 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 وثيقه دستوريه للمرحله الانتقاليه كده كده ويعمل بها من تاريخ من تاريخ من تاريخه. نعم. تمام؟ طيب اذا دي عندها سند شرعي وهو المرسوم الدستوري كم؟ 38. طيب دي سند الشرعي وينه؟ دي صدرت بعد المرسوم الدستوري 38. دي صدرت بعد المرسوم الدستوري 38. بعد ما كونوا الحكومه دي، قبل ما يكونوا الحكومه دي يوم 19، قبل ما حمدوك يستلم يوم 21، دي يوم 19 صدرت. دي صدرت بعد ما استلموا الحكومه، جانا فيصل محمد صالح في مؤتمر صحفي قالوا امبارح خلاص الجماعه قعدوا الاثنين المجلسين واتفقوا على الوثيقه الدستوريه واتفقوا على الشكل النهائي للوثيقه الدستوريه، بعد ما فيصل محمد صالح بقى وزير اعلام. الفرق شو طيب بين الوثيقتين؟ طيب وين انا ما بتكلم، انا قبل ما اتكلم عن الفرق، الفرق في قصه رئيس القضاء وكذا، انا قبل ما اتكلم عن الفرق يا استاذ عماد، دي
سندها المرسوم الدستوري 38، دي سندها شنو؟ دي صدرت بموجب شنو؟ الموقعين هلا التوقيعين الموقعين ما رب ما احمد ربيع وحميدتي. طيب ده رقم واحد، دي جزئيه مهمه جدا جدا. ما كنا بنقولها ما كنا بنتبلى عليهم يعني ونفتري عليهم يعني. طيب دي ابن للمرسوم الدستوري 38، دي ما عندها ابوه، دي ما صدر بحقها مرسوم دستوري غير شرعيه. طيب دي غير شرعيه، الدليل انه غير شرعيه يدون سند الدستوري شنو دي؟ وين سند الدستوري؟ دي صدرت بموجب شنو؟ دي صدرت بموجب المرسوم الدستوري 38. طيب دي واحده. الثانيه اللي انا داير اقولها وداير الاخوه المشاهدين ينتبهوا معي جدا في القصه دي لانه ده موضوع مهم. نحن يا اخواننا ثورنا ضد استبداد. نحن ثورنا ضد استبداد المؤتمر الوطني، استبداد اصرار عمر البشير على التجديد. المؤتمر الوطني ما بيعمل شراكات حقيقيه مع الناس، بيعمل التفاف على على شركاء والى اخر ذلك. طيب انا دار اعمل مقارنه بين دستور 2005 الكرز العمل اللي احنا صرنا عليه المؤتمر الوطني باعتبار عنده فيها 52%، وهذه الوثيقه التي كرست الدكتاتوريه اشر من دكتاتوريه 2005. كيف الكلام ده؟ نعم. اديك اربع امثله، اديك اربع امثله. طيب دستور 2005 الفصل الثاني، الفصل الثاني الماده 5 لما جاء يبين كيف يتشكل المجلس الوطني، قال المجلس الوطني ده يتشكل من الاتي: 52 المؤتمر الوطني و28 الحركه الشعبيه و14% قوى الاجماع الوطني، احزاب الشماليه غير الداخله في الحركه الداخله في المؤتمر مع المؤتمر الوطني. وقاموا دي جا فيها منه؟ جا فيها ناس حزب الشيوعي، وجا فيها ناس فاروق ابو عيسى، وجا فيها قوى الاجماع التجمع. ناس التجمع. نعم. اذا التجمع ده كانوا جزء من نظام الانقاذ بموجب 2005، كان عندهم 14% من مقاعد المجلس الوطني الناشئ عن دستور 2005. نعم. طيب عشان ما يقول لك الناس شاركوا ما شاركوا، لا هم ذاتهم شاركوا بموجب دستور 2005. طيب بعد كده في احزاب جنوبيه ما مشاركه مع ما ليست جزء من الحركه الشعبيه، ده ادوها 6%، اذا عندها 52 المؤتمر الوطني، عندنا 28 الحركه الشعبيه، عندنا 14 قوى الاجماع الوطني، عندنا 6 منه القوى الجنوبيه. نعم. طيب دي في الماده 5 في الفصل الثاني من دستور 2005. في الماده 7 جا ورانا القرار يتخذ كيف، كيف يتخذ القرار جوا القرار التشريعي. اذا جينا في المجلس الوطني دايرين نعمل تعديل لقانون جهاز الامن، عايزين نعمل معرف تعديل معرف لقانون القانون الجنائي، كيف القرار يتخذ جوا في المجلس الوطني؟ انا داير المواطن ينتبه للكلام ده كويس عشان يعرف كيف انه هذه كرست لديكتاتوريه قحط اكثر من دستور 2005 وتكريسه لديكتاتوريه المؤتمر. طيب طيب المتواطئ عنده كم يا سيد عماد؟ 52. طيب قالوا القرار التشريعات تجاز داخل المجلس الوطني باغلبيه 75%. 75%؟ معناته المؤتمر الوطني ال 52 دي داير الا يجيبوا كم معه؟ 23. داير الا 23 صح؟ نعم. لو وقفوا مع ال 14 بتاع الاجماع الوطني ديل وقفوا معه السته بتاعين لا بيبقوا 20 بس. بيبقوا 20. اذا لابد ثلاثه من الحركه الشعبيه. انت فهمت علي؟ ايوه نعم. ثلاثه من الحركه شنو؟ اللي هو خصمه يعني هو الجهه المقابله له. طيب تعال نشوف ناس دي 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 اذا القرار يتخذ كذا، تعال نشوف ناس قحط قالوا شنو؟ قحط عندهم كم في المجلس المجلس التشريعي؟ 68 67 67. طيب الماده 8 الفقره 1 قالوا سحب الثقه من الوزير بس 67. الماده 22 الفقره 2 قالوا رفع الحصانه من الوزير ب 51، كلها جواهم هم بس، كلها جواهم. طيب المادة 24 الفقرة 3 قالوا المجلس التشريعي ده يكون ال 67 دول كلهم لقوا على الحرية شنو؟ التغيير. والتغيير. المادة 25 قالوا يسن القوانين داخل المجلس التشريعي بأغلبية 7 وشنو؟ 67. إذا 33 دول كومبارس متفرغين، ال 33 ما عندهم أي قيمة، أنا حسب أنصح القوى السياسية ما في زلمة يدخل.
اللي كان داير له عربيه ولا داير له حاجه ولا كده يعني. نحن دكتور انا ضروري اتم نعم القصه دي. ما يدخل الجرائم التي ستتخذها قاعده تشريعيا كلها ستلطخ فيك انك انت كنت جزء من مجلس تشريع اتخذ قرار بالتوقيع على اتفاقيه جزء من التاريخ ده، جزء من مجلس تشريعي وقع على لهاي، جزء من مجلس تشريعي ما عرف مدد المرحله الانتقاليه دي لعشر سنوات، جزء من مجلس كوارث قحط اللي حطها تحت الترابيزه اللي عايز انت تعملها باغلبيتها داخل ال 67 دي. انا داير انا مستغرب لحاجه، يعني اقلها كان يحترموا شركائهم دين، يقول يا اخي القرار داخل المجلس التشريعي ده يكون مثلا ب 70 هم 67 يجي عليهم كم؟ يجي عليهم ثلاثة. لما قالوا كده؟ انا داير اسالك سؤال نكون ناس منصفين. نعم. اي قحط دي ما الان الحزب الحاكم. قحط دي محل المؤتمر الوطني هي الان الحزب الحاكم، وهناك كان في مؤتمر وطني. طيب. نعم. اي الحزبين الحاكمين انصف كان حريصا على ان يكون معه شركاء في اتخاذ القرار؟ حزب قال انا عندي 67 والقرارات تتخذ بال 67 فقط فول ستوب. لا لا، ولا حزب قال انا عندي 52 والقرارات تتخذ ب 75. المؤتمر الوطني ونواصل بعد الفاصل. تابعونا اعزائي المشاهدين، ما زلت بحضر ضيفي دكتور محمد علي جيزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية، فكونوا معنا. متواصلين اعزائي المشاهدين، احنا لسه في حوار اخر وما زلت ارحب بضيفي دكتور محمد علي الجيزولي رئيس حزب دوله القانون والتنميه. دكتور، يعني تكلمت كلام مهم عن الوثيقه الدستوريه وافتكر انه وضحت رسالتك يعني، لكن يظل السؤال، انتم كنتوا شركاء الحريه والتغيير او قحط في المحتقلات والسجون، وواضح انكم شركاء نضال، يعني لماذا لم يتم الاعتراف بكم؟ هل ده جزء من المنظومه بتاعت الاستفراد بالسلطه في الوقت الحالي؟ طيب، طبعا السؤال يسالوا هم مش انا، يعني هم تقول لهم الزول ده كمان في تغييمك ليه يعني. انا بجيك في التغييم، لكن في نقطه هم داير اقول الحاقا لكلامي السابق. نعم. في ناس طبعا انا قلت الكلام ده تقريبا مره في بوستي ولا كده، قاموا قالوا دكتور الجيزولي قال قحط دي اشر من المؤتمر الوطني. طيب يا جماعه الله يرضى عنكم، هي سياسه ودستور ولا كلام بتاع عواطف؟ سياسه ودستور مش؟ نعم. انا كان عندي حزب عنده 52 وما بيقبل تشريعات الا ب 75، وعندي حزب الان عنده 67 وكل التشريعات بمررها بال 67. القصه هي لا دايره درس عصر ولا دايره قرايه كثيره ولا دايره اي شيء. قحطي عملت على ان تكرس ديكتاتوريتها، بل في امور انا مستغرب كيف قبلوها العساكر. زي شنو؟ طيب قحطي انا خلي هي الصفقه كالاتي، العساكر ديل خايفين بس على القوات النظاميه بس، يعني ما عندهم شغله بالتشريعات الثانيه، توقعوا سيداه وما توقعوا سيداه وتعملوا دارين تعملوا كده يعني. ولذلك هم حرصوا على انه اصلاح القوات النظاميه للقوات النظاميه بس، قحطي ما تتدخل فيها. لا ترفد زول من الجيش ولا تعين زول في الجيش، فحموا محلتهم، احنا كنا دايرين يكونوا اكبر من ذلك. ما قصتهم يحموا محلتهم ويخلوا المدنيين ده يدوسوا بعض قحط تفصيل الناس من وكيل وزاره لغفير وتفرتق الخدمه؟ ما يقدر يتدخل الان، مجلس السياده ما يستطيع التدخل لو قحط دي شلعت الخدمه المدنيه دي كلها وجابت ناس الان اجانب جنستهم بعدين بقتهم في الخدمه المدنيه، لا يستطيع مجلس السياده يتدخل. واضح يا دكتور انك فاصل قحط من حكومه حمدوك. لا لا ما فاصل، نفس الفكره. يعني تفتكر انه وزاره حمدوك بينفذوا في برنامج قحط فقط؟ كيف ما بينفذوا في البرنامج ده؟ ما ينفذوا اي برنامج. بينفذوا في البرنامج الاسعافي. طيب ما بينفذوا في اي برنامج. طيب الدكتور حمدوك قال انا ما ادوني برنامج. ما ادوا برنامج بس طالع ادوا بعدها. بعد ما قال ما ادوا برنامج مش ادوا البرنامج ده 124 صفحه. لو مره ده تعمل معي حوار انا افند لك ال 124 صفحه دي. هذه ال 124 صفحه كارثه. طيب؟ وهذه ال 124 صفحه دي مش حق يكون في كلام عن النهضه عن الاقتصاد، ده كلام بسيط، لكن الكلام عن اقتلاع الاسلام من التشريعات، اقتلاع الاسلام من القوانين، يعني ده هو ده همه، هو دي قصته هو. طيب دكتور، طيب انا ده انا بس اعبر يا اخوان، احنا الان عشان ما تشوفوا القصه تفتكروا هذا كلام فاضي، يعني ده كلام عنده بينات، انا ذكرت اربع مواد، ماده 8 ماده 22 ماده 24 ماده 25. هذه المواد تكرس الدكتاتوريه. شنو دكتاتوريه قحط؟ طيب الآن داير أقول شنو؟ المجلس السيادة الحاجة الوحيدة اللي هو حقته براه
مش مجلس السياده، الشق العسكري في مجلس السياده. الحاجه الوحيده اللي حقته هو براءه وقعت ما تتدخل فيها بس القوات النظاميه به. نعم. لكن الان النازل لو قعدوا في المجلس التشريعي بتاعهم ده قالوا يا اخي والله عملوا حيثيات كده، كتبوا اربع خمس صفحات وبما انه ما عارف شنو لسه والدوله العميقه وما فكناه ولا لا كده كده، قرار تمديد المرحله الانتقاليه لعشر سنوات. لو قلنا مجلس السياده الشق العسكري مجلس السياده عنده راي لانه شايف القصه دي ممكن تعمل مشاكل وعنده اهتمام بالامن القومي وما ادري ايش، ما يستطيع يعبر عن هذا الراي لانه هو غير موجود داخل المجلس التشريعي، لا يستطيع ان يعبر. واي قرار يصدر المجلس التشريعي الطريقه كالاتي، بيرفعوه لمجلس السياده، بده مجلس السياده 15 يوم وقع عليه، وقع ما وقع صار ساري، يكون ملزم صار ساري. نعم. اذا هو ابدى ملاحظات قول مجلس السياده قال لهم لا يا جماعه لو انتم زدتوا السنوات دي بقيتوها 10 دي حتبقى كارثه وحيحصل انفجار في البلد وحيحصل ما عارف احتقان وخلينا نمشي في انتخابات والقصه دي حتعمل لنا زعزعه في الاستقرار الامني والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي. وقال لهم شعر شعر شعر، كتب 20 صفحه في تبريرات رفضه للتمديد مثلا، رفضه للتمديد. هم نظروا في ال 20 صفحة دي، إذا شافوه يردوا عليها، أوكي ما ردوا عليها يصير القرار شنو؟ ملزم ساريا. نعم. طيب، لذلك دي مش ديكتاتورية ساكت، يعني هذه نحن الآن يا إخواننا أمام ديكتاتورية قحطاوية. طيب دكتور، أنا لازم البرنامج دارك مين من محاور الأمر عليها. هل تفتكر التيارات الإسلامية قادرة على التوحد لمواجهة المرحلة القادمة بشكل العلماني دي؟ أيوة كيف؟ إذا استصحبنا إنه واحدة من الأشياء حركة الثورة عند العام يعني عند بس لو قلنا 33% تكلمت عنهم إنه الله ينزل كلهم الأنظمة الإسلامية. أول حاجة طبعاً الكلام ده ما صح. الكلام ده ما صح. هذا الكلام اللي بيقال. عندك كاميرا؟ عندك كاميرا؟ نعم. عندكم برنامج بتاع استطلاع؟ نعم. ها؟ نعم. أمشي زور أعمل استطلاع في الشارع. قول له يا أخي هل أنت صرت عشان الإنقاذ عملت بنوك ما فوق ريبة؟ أسأل الناس اللي في الشارع ده. قل له هل انت سرت عشان الانقاذ حرمت الخمر ومنعت الخمر؟ هل انت سرت عشان مثلا الانقاذ دي عمل الشركات تامين منعت التامين التجاري لانه تامين التجاره حرام؟ هل انت سرت الان؟ ما هو ما اثر للموضوع ده. هو ما اثر للقصه دي، الكلام ده غير صحيح. اصلا لم تكن قضيه الثوره ضد التشريعات الاسلاميه حاضره في ذهن الثائرين. الحاضر في ذهن الثائرين احتكار الخدمة المدنية، احتكار القرار السياسي، مدري عدم الوفاء مع شركة كده، الكلام اللي زي ده اللي كان ثائر. رغم أنه كان مطورتنا بيجتهد في أنه يعمل اتفاقيات، صاحب اكتب 52 ولسه داير 23 بغادي يمشي يجتهد يحاول يجيب 23 ديل، لكن بيكتب نصوص جميلة. يعني حتى هم لما يتكلموا عن الدستور 2005 قالوا النصوص كويسة والله، احنا ما لما قروا الحوار الوطني ومخرجاته قالوا والله الحوار الوطني ده كويس، المخرجات اللي قالوها دي كلها بتعبر عننا وهكذا. طيب فالمقصد شنو؟ المقصد الناس ساروا ضد استبداد وضد فساد، ضد نهب للمال العام، ضد حاجات زي دي. ما ثاروا قصه التشريعات الاسلاميه حاضره في ذهنهم يعني. لكن انا دار اقول لهم اذا انتم ثرتوا ضد استبداد، ها؟ الان الوثيقه الدستوريه دي كرست لاستبداد اشد من استبداد المؤتمر الوطني. نعم. يمكن احنا ده اللي انا دار اقوله. نعم. طيب الموضوع الثاني قصه التوحد وما التوحد وكذا. الان في زول يا استاذ عماد بيقول يا اخي انا الشارع ده، انا مره واحد قام قال لي يا اخي يوم 30 يونيو طلعوا 17 مليون قال. يوم 30 يونيو عملوا 17 مليون. طيب ولايه الخرطوم فيها 8 مليون كلها بالبيبي والشفع والاطفال والعواجيز والعواجيز كلهم كلهم 8 مليون. طيب هب ان ولايه الخرطوم كلهم طلعوا ما بزول قاعد في بيته، ما بزول قاعد بالبيبي بتاع انهم يعني البيبي ذات عديناهم يعني. اوكي والعواجيز والناس والشيوخ العمر 80 كلهم طلعوا. ولايات السودان الثانيه كم؟ اول ولايات كلها كم؟ 18. قمنا من كل ولايه جبنا 500,000 يا دوب بنجيب 9 على 8 جايب 17 يعني. نعم. مش كده؟ في تهويل وتضخيم كبير جدا. انا مستغرب يا استاذ عماد زول بيقول هو قدر يطلع 17 مليون، هو 17 مليون دول كلهم ذاتهم كلهم ما داخل التصويت، لكن اوكي انت قدرت تطلع 17 مليون، عليك الله مش حقه اعمل انتخابات بكره؟ ما انا زول بمتلك الشارع. انا زول وانا دائما قاعد انصحهم يا اخوان اسمعوا انا صح مخالف ليكم، لكن دار اديكم نصيحه. ان تقيموا الانتخابات اليوم والناس لسه ما شافوا فشلكم
في الوقود وفشلكم في البنزين، ماشي اخو زي الناس. نعم. والله العظيم اسمع مني الكلام ده بعد سنه بس، لانه هو المشكله الاقتصاديه دي ما انت ما عندك عصا موسى عشان تحلها. والمجتمع الدولي ده ما جمعيه خيريه حبيبي، المجتمع الدولي ده ما جمعيه خيريه. انت وصلت السلطه بيقول لك برافو، انت وصلت السلطه هكاح حل لك مشاكلك. انا داير وبرضه عنده مطالبه وعنده حاجاته وعنده تضييع الدول. نعم. ويجب ان الدول دي تكون دكتور. يعني مثلا تشاد دي الان، تشاد هل عندها مشكلة مع المجتمع الدولي؟ لا. هل دولة، هل ضمن دول الإرهاب؟ لا. هل مثلا فيها إسلام، ماسكينها إسلاميين؟ لا. طيب تشاد عندها عاصمة عديلة تل أبيب في إنجمينة، مع ذلك تشاد في الدول الفقيرة رقم 197. أنت ليه ما 197 في الدول، في الدول الفقيرة. قوتك ذاتية، قوتك في قوتك الوطنية، في توافقك السياسي الداخلي، في اهتمامك بثروتك، في إقامتك لنظام عادل ونظام شفيف، في إقامتك لنظام يقوم على الحكم الراشد، يوجه التنمية الصحيحة، يتيح للمواطنين الاستثمارات، يتيح لهم العمل كذا، يشجع الإبداع من غير إقصاء، من غير تمييز. قوتك ذاتية، ما قوتك في بنوك التانين، في بنكانة، في أنه أقوي بنكانة، فانه اقوي انا رصيدي الاقتصادي. والا فانا الان ممكن اديك بالاحصائيات، دول عندها علاقات مع اسرائيل عديل، مش تطبيع مع امريكا، عندها علاقات مع اسرائيل، اجيب لك نسبه النمو عندهم كم، نسبه الفقر عندهم كم، ضعيفة. سوء التغذيه. نعم. عندهم كم، الموت بتاع الاطفال عندهم بسوء التغذيه، في بنين في النيجر في كده. الناس الوهمانين مفتكرين انه العلاقه مع المجتمع الدولي دي هي البوابه الى الجنه. الحل داخلي، الحل في الخرطوم وليس في واشنطن. طيب دكتور، الحل في خرطوم تسعنا جميعا، والحل في خرطوم تحترم ثقافة شعبها وقيمها، الحل في خرطوم عادلة وآمنة ومستقرة وغير إقصائية. الخرطوم بهذا البهاء يمكن أن تكون دولة عظمى ويمكن أن تكون دولة دكتور متطورة. دكتور علي عزت بيجوفيتش يعني عنده كتاب مهم جدا ونقطة مهمة جدا في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، بيقول إنه أخطر مشكلة ممكن تواجه الإسلام السياسي العلاقات مع الغرب. لان هي دي نقطه محوريه. يعني هسه انا مشاهدي استوعب من كلامك انه انا ما داري اي علاقات مع الغرب. لا ما كنت ما داير علاقات، انا قلت ما بتعول ما بتعتمد. يعني اسس تركيا مش عندها علاقات، يعني تركيا عندها علاقات مع الغرب ولا ما عندها علاقات؟ عندها علاقات وعندها شد وجذب. طيب مش قدرت تعمل توازن في المنطقه؟ نعم قدرت. لكن تركيا بتحلم وما زالت تكون جزء من الاتحاد الاوروبي. معلش ما في مشكله، ان شاء الله بقى نادي جزء من اي محله، وده كويس جدا لو بقيت جزء من عشان ما يبقى نادي مسيحي مغلق. يعني ما فيها مشكله دي. المهم انا قاصد لك شنو، انا ما بتكلم عن انه احنا ما دايرين علاقه مع الغرب، انا بتكلم عن انه اي زول بيفتكر انه مفاتيح الحل بيد واشنطن وانه كل مره يمشي ويقدم فروض الطاعه وكده، انا بقول لك يا حبيبي الله يرضى عنك، السيسي ده، السيسي لما استلم مصر دي. نعم. الدولار بخمسة جنيه، صح ولا ما صح؟ صح. بيدعموه ب 7 8 10 مليار دولار ويمولوا فوق كده، والان عملته انهارت. يعني 17 جنيه و 18 جنيه صح ولا ما صح؟ أيوة. نعم. ما نعم. لم يحدث في 30 سنه حقت حسني مبارك. نعم. صح ولا ما صح؟ نعم. فاذا القصه ما قصه انك انت تعمل علاقات، القصه انت بدك تعمل علاقات مع الغرب، بدك تعمل علاقات معنا احنا ديل، اعمل علاقات مع اخوانك السودانيين ديل، اعمل علاقات مع ديل تتفقوا على مصالحه وطنيه. يعني على تفتكر انه على تسويه سياسيه الحل الحقيقي انه اعاده العلاقات داخليا او اعاده التنميه داخليا؟ يا اخي دار اديك مثال استاذ عمان، افتكر نفسك انت رجل اعمال اجنبي. ما دوله انت، ما دوله انت، رجل اعمال اجنبي وتقرا الجرايد كل مره، ما عارف حمدوق عمل، حمدوق سوى، ما عارف الجبهه الثوريه قالت، الحزب الشيوعي قال، ما عارف طلعوا الشارع، ما عارف حكومه حمدوق دي خانت، ما عارف الدعم السريع للمجرمين، ما عارف ناس كذا، يعني ناس متشاكسين. ووضع انا ما اعرف يستمر ولا ما يستمر، ما حد يستثمر، لديه معارضه قويه، ما حد يستثمر، ولديه انشقاقات في بنيته التنظيميه، ولديه خلافات بين قحطه العسكريه وقحطه المدنيه. هل انا لو عندي بس ذره بتاعت عقل بس، هل ممكن اجي استثمر هنا 10 مليون دولار؟ لا، ما ممكن استثمر 10 مليون دولار. لذلك يجب على قحطه ان تعلم ان المجتمع الدولي ده ما جمعيه خيريه، وأن المستثمرين الأجانب ديل ما هم عبطة رأس المال جبان، ما بيجي لمنطقة مضطربة، ما بيجي لأوضاع انتقالية ما عرفة تستمر ولا ما تستمر. الآن أكثر زول متفائل يقول لك أن الحكومة دي بتقعد سنة، ده أكثر زول متفائل بيقول لك يا أخي الحكومة دي والله بطريقة دي كده ما بتقعد، ما هتقعد سنة. فإذا هل أنا ممكن أجي أستثمر لي أموال؟ عشان كده يا جماعة بدنا نجي تلفلفوا برا، ها البرة ده ما غبي، البرة ده قاعد يشوف جوا في شنو، البيانات اللي قاعد تطلع ضدك،
الكلام اللي في الميديا قاعد اللايفات اللي ضدك، الحوارات حسيت الحوار ده مش حوار تلفزيوني، مش انا هسه بتكلم عن صدق قاعدين فين بيهتموا بكلام زي ده. ام يا اخي دي قوه فاعله وناس عندهم منطق مثلا وعندهم ذات الدماء السوريه ذاتها، في ناس حقوقيين غربيين بيهتموا جدا. كيف انت تقول لي نظام برلماني وتعمل لي رئيس وزراء قبل البرلمان؟ هذا نظام باطل للسوريا. انت قلت في الماده 2 هنا النظام ده برلماني. طيب النظام البرلماني ده لابد يكون في برلمان بعدين يعمل رئيس وزراء. فاذا في ناس بيهتموا بانه الطعونات الدستوريه، الطعونات المتعلقه بالديكتاتوريه، الطعونات المتعلقه بيهتموا بهكذا امور. ما تفتكر الكلام ده بيقع وطن؟ دكتور انت احتقلت في فتره البشير ومع ذلك وخرجت ضد البشير ومع ذلك انت ضد تسليم البشير للجنايه. تبرا اخلاق لا تتجزا الاخلاق يعني تتجزأ. من منهج اخلاقي بس اخلاقي وديني وقانوني ووطني ورجاله كله مع بعض برجاله ذاتها. فهمتني؟ طيب ليه؟ اول حاجه يا حبيبي في نقطه مهمه جدا جدا. نعم. انت قبل ما تسالني انا تقول لي ليه ما نسلمه؟ انا اقول لك ليه نسلمه؟ بمعنى ما الذي يلزمنا ان نسلم البشير؟ اولا نحن غير موقعين على ميثاق روما المؤشي للمحكمه الجنائيه. ما فينا بيفتكروا كلامك اللي قلته انه تسليم البشير كبش فداء لرضا الغرب. ما بيرضى. هو كلامك اللي انت بتتكلم عنه يا اخي. طيب اقول لك حاجه، سلمت البشير ده ورضيت الغرب، الغرب ما بيعين كده، بيعين الوضع استقر ولا اضطرب. حس البشير ده كان سلام الوضع ده بيستقر ولا بيضطرب اكثر؟ بيضطرب اكثر. نعم. يعني الغرب ما انه سلمه ولا ما سلمه، انه هالوضع استقر ولا اضطرب. فده موضوع بتاع تمريغ للاراده الوطنيه، تمريغ للسياده الوطنيه، مزيد من الاستعباد، مزيد من الاستحمار، مزيد من الاستتباع، بس كده دي القصه. ما القصه انه عشان يديك بعدين قروش ولا يديك قصاد حاجه يعني. طيب فالان البشير سلم الجنوب كله ما ادوا حاجه، خليه يسلم تسلم زول يعني، سلموا نص بلد كامله ما ادوا حاجه يعني، كله بنديك بعدين ما ادوا، مش كده؟ فصل الجنوب وما ادوا حاجه يعني، مش كده؟ طيب فالدار اقول لك شنو انا؟ اولا احنا غير ملزمين ان نرد اصلا ذاته على المحكمه، الله هاي باعتبار غير موقعين. غير موقعين. نعم. ثانيا الناس حقه يعلموا انه المحكمه الجنائيه في الله هاي دي ما محكمة دولية، ما زي مثلا مجلس الامن ولا مثلا زي، لا ما محكمة عامة لكل الناس، وانما هي نادي قاضي خاص، قضائي خاص للموقعين فقط عليه. ثالثا حتى الموقعين على هذا الميثاق روما ليس ملزم في جميع نزاعات من يرجع الى المحكمة الطلهاي، وانما يرجع في حالتين، اذا كانت تشريعاتهم الوطنية تقصر عن تناول القضايا محل النظر، قضايا الجرائم محل النظر، واذا كان قضاؤهم الوطني عاجز عن إقامة هذه التشريعات الوطنية التي تتناول تلك القضايا. لا. طيب الان الاثنين ديل انا بقول لنزقحت ديل الاثنين منتفيات. القانون الجنائي السوداني بيتكلم عن التطهير العرقي، بيتكلم عن الإبادة الجماعية، بيتكلم عن انتهاكات حقوق الإنسان، بيتكلم عن كل الأمور دي، رقم واحد. اثنين ما ممكن أنت تقول ده أسلم البشير عشان القضاء عاجز، القضاء عاجز للقضاء أنت ماسكه أنت ده الآن. صح ولا ما صح؟ نعم. أنت القضاء مش ماسكه أنت؟ إلا تكون دي بس فور الطاعة يعني، أو التزامات أنت التزمت بها وده توفي تدفع الفاتورة يعني. إلا أنت تكون بس عايز تدفع فاتورة بس، لكن ما في مبررات أخلاقية ولا قانونية. ثانيا لن يكون تسليم البشير لله عبارة عن نزهة يعني. ما يكون إجراء كده بسيط، أنت بقلم كده تكتب تقول سلمنا البشير لله يعني. البشير عنده برضه ناس، وعنده ناس الآن طلعوا الليلة دي مش سبيت الليلة؟ نعم. شوف الناس اللي طلعوا أمام دكتور المحكمة. أنا فإذا أنت غير تصدع الجبهة الداخلية، وغير تؤزم الموقف الوطني الداخلي، وغير أنك تذعر الناس. طيب ما يدور في المؤسسات الآن من تطهير، يعني المؤتمر الأخير اللي قعدت كان بيتكلم عن إنه إحنا بدينا معالجات وبدينا إنه كل كوادر مؤتمر وطني نزيحة من الوزارات، وحدد وزارات بعينها من غير ذكر أسماء الوزارات. يعني الفعل ده تفتكر هل هو فعلا إصلاح ولا مزيد من الغب، مزيد من الأزمة؟ طيب في آخر لقاء لنا مع السيد برهان في مجلس في القصر الجمهوري، آخر لقاء جمعني بالسيد برهان، كنت أنا ومعي 30 رئيس حزب من كرؤساء أحزاب. أيوة. قعدنا مع السيد برهان، فأنا من ضمن الحياه اللي سالتها له، سالته عن اربع حاجات، ما اقدر اقول لك، او ناقشته فيها يعني، تناقشنا فيها، كان اربع حاجات، ما اقدر اقول اربع حاجات كلها عشان ما اطول اللقاء، لكن من ضمنها سالته عن الخدمه المدنيه دي. قلت له الخدمه المدنيه دي بعدين كيف حتتعالج القصه دي؟ يعني انتوا الطرح اللي انتوا طارحينه شنو؟ لمعالجه موضوع الخدمه المدنيه. قلت له مثلا احنا عندنا رؤيه في حزب دوله الانتميه، اذا في زول تم تعيينه في منصب ما، تعيين سياسي، هو لا يمتلك المؤهلات العلمية ولا الخبرات العملية التي تؤهله لهذا المنصب، ده يشيله. كان بقى تابع للمؤتمر الوطني ولا تابع لبحر أبو قردة
ولا تابع للسيسي ولا تابع لحزب عبد الله مسعود، هم كلهم كانوا في الحكومه وكان كلهم عندهم باتفاقهم مع المؤتمر الوطني بالذات الحركات المسلحه. نعم. بدوه نسب، بدوه وكاله وزاره، بدوه معارف مدير شركه من الشركات، يعني ما كانت القصه بس وزارات، صح ولا ما صح؟ طيب نعم. اذا الزول تولى هذا المنصب وهو غير مؤهل لهذا المنصب علميا ولا خبراته العمليه، ده يتشال. يتشال ما شان هو مؤتمر وطني، يبقى لسه مهنيه وليس سياسيه. الله يرضى عنك. نعم. يتشال ما شان هو مؤتمر وطني. نعم. ولا شان هو من النظام القديم ولا الجديد. نعم. لانه هو وصل هذا المنصب ما مؤهل للقصه دي. نعم. طيب بعد كده نعمل شنو؟ هل امشي اجيب ولد خالتي اخته؟ ودي تمشي تجيب خطيبه اخته مثلا؟ نعم. ودي تمشي تجيب بنت اختي يبقاها مدير مكتب؟ هل كده الحل؟ قام السيد برهان قال لي لا، قال لي الحل ما حيكون كده. قال لي اول ما مثلا اذا في زول شافوه ما مؤهل وشالوا الزول تحته طوالي في التراتيبيه الاداريه لازم يحلوا. نعم. طيب دكتور، ده كلام منطقي ولا ما منطقي؟ منطقي وكلام قانوني مش. نعم. لذلك الماده الفقره 6 في الماده 16 المتعلقه بمهام مجلس الوزراء قالت شنو؟ قالت انه مجلس الوزراء ده عنده حق التعيين والاقاله وكذا وكذا وفقا للقانون. وفقا لشنو؟ يعني ما يحدث غير قانوني. اصبري، وفقا للقانون. نعم. قانون شنو؟ قانون المدنية. الخدمة المدنية. نعم. قانون الخدمة المدنية في المادة 43 المادة 47 بيقول شنو؟ بيقول يفصل الإنسان من الخدمة لواحد من 14 سبب دين. ذكر 14 شنو؟ سبب. سبب. أنا الآن عبر برنامجك ده بدعو أي زول امشي يقرأ المادة دي ويتم فصله من الخدمه المدنيه واستوفى الشروط يظل وما استوفى واحد من 14 دين. نعم. من حقه ان يقاضي قحط وان يرجع الى منصبه لانه هو مواطن سوداني، هو لا حبشي. نعم. ولا اريتري ولا مصري ولا كده، هو مواطن سوداني عنده الحق ان يتوظف الخدمه العامه دي بمؤهلاته، والدوله السودانيه من دافع الضريبه السوداني رسلوه ودوا دورات تدريبيه الاردن ودوا دورات تدريبيه روسيا ودوا بيلاروسيا ودوا كده دربوه وقعد شغال للسودان يعني. نعم. فهو سوداني ما سحبنا منه الجنسيه يعني. هذا هو الموضوع باختصار اللي بنعرفه في معالجات تشوهات المؤتمر الوطني في الخدمه المدنيه، هو التوظيف القائم على القرار السياسي لغير المؤهلين. دكتور انا يعني وددت له الحوار ده يطول وحقيقه الزمن انتهى، لكن في اقل من دقيقه، في اقل من دقيقه هل يمكن نخرج من عنق الزجاج احنا فيه الان؟ طيب انا قرات بالامس تقريبا مقال للدكتورة شفاء الخضر. نعم. قال في هذا المقال أنه ما في طريقة للخروج من الأزمة إلا بتسوية من الإسلاميين. أيوة. نعم. أنا الآن عبر هذا البرنامج تكرر المقال دكتور شفاء الخضر، أقول نحن ندعو إلى حوار شفيف وتوافق سياسي، وانا قباله عملت القصه دي، قباله كتبت بوست اسمه تسويه سياسيه، حتى عدد من القنوات جابت القصه دي والصحف الالكترونيه والورقيه وكده. نحن ندعو الى تسويه سياسيه تاريخيه تقوم على قاعده المصالحه الوطنيه وتجاوز خطاب الاقصاء وخطاب الكراهيه. طيب لكي نقيم وطن امن في مرحله انتقاليه، امن ومستقر وعادل ومؤتمن، على تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة انتخابا حرا ونزيها. شكرا لك دكتور محمد علي الجزوري، كتر خيرك كثير. إذن عزيزي المشاهد الكريم، كان حلقتنا اليوم في حوار آخر مع ضيفي دكتور محمد علي الجزوري رئيس حزب دولة القانون والتنمية. نلتقيكم في حوار آخر مع ضيف آخر. هذه عطر تحياتي وتحيات الفريق العامل. السلام عليكم ورحمة الله.